مساء الخير يا أمارات، أنا جاية النهاردة علشان أجرب معاكو الكيك الإسفنجي ماي شيف اللي بيجي من ماي واي. في منه بالفانيليا وفي منه بالشوكولاتة. أنا جربت الشوكولاتة قبل كده وجربت الفانيليا، بس في حاجات تانية، ما كانش كيك إسفنجي، كان الكيك العادي اللي هو بالفانيليا، زي ما في بالفراولة وفي بالفاج وفي ايه تاني، برتقان كده، في انواع كتير قوي. فانا عاوزه النهارده اعمل كيكايه على شكل قلب، فقلت اجرب معاكو دي وهوريها لكم لما تطلع هيبقى شكلها ايه. هنا مطلوب على الباكت تلت كوبايه ميه وخمس بيضات. يلا بينا نشوف. يلا بينا نشوف. انا لا هحتاج مضرب ولا عجان ولا الكلام ده، انا هعملها بالمضرب اليدوي الصغير لاني عاملها قبل كده كذا مره، فايه يعني تقريبا متعوده عليها. هو كتير بيني وبينكم خمس بيضات في الزمن منيل اللي احنا فيه ده، بس الهانم مش عايزه تعمل كده، هنقول لها لا. اربعه، اوبا، خمس بيضات. في حته القشره وقعت، محتاجة تلت كوباية مية أو تلتين كوباية مية. تلت ولا تلتين؟ تلت، بس نقلل شوية. أدي تلت كوباية مية، هو تلت بس كوباية ضيقة شوية من تحت وصغيرة شوية من تحت. لما بتتحشي من جوه كريم شانتيه او صوص شوكولاته وتتغرق صوص شوكولاته من بره بتطلع تحفه. نحط شويه ونقلب. دي الكمية كلها نشيل دي نعملها مرة تانية مع بعض برضو ان شاء الله. انا مشغله الفرن على 170 وسايباه، حاطه في ارضيه الفرن صينيه كبيره، صينيه الفرن يعني، بس فيها ميه، خايفه تتلسع مني او حاجه لان الفرن ساعات بيخسع معايا. الشوله بقى سباشولا دي احلى حاجه فيها انها بتجيب الجوانب كانك بتشتغلي بصوابعك وبايديكي.
افضلي تقلبي لحد ما تتأكدي ان مفيش اي تكتلات. بص القوام بتاعها جميلة قوي وريحتها تحفة. بصوا بقى يا بناتي، انا طبعا مش عاوزة الكمية كلها لان انا عايزة اعمل الصينية اللي على شكل قلب دي، بس عيب الصواني دي انها بتيجي مفتوحة شوية من تحت، يعني ممكن تسرب السائل او الكيك اللي محطوط فيها. فانا غلفتها من هنا اهو ورق فويل وطلعته على الجناب، وحطيتها في اختها الكبيرة بحيث ان لو نزل اي سوائل او كده تشربها او ما تقعش في ارضية الفرن. ده ورق زبدة دهناه زيت ودهنا الجناب زيت ورشها دقيق، يا ربي زبدة قصدي. وطبعا قلت لكم مش هحط الكمية كلها، اللي هيتبقى هعمله في قوالب الكب كيك دي. دي الورقة عشان السنة لسه جديدة، مش حاجة وحشة يعني. هنشوف هنحط هنا قد ايه وهيتبقى لنا كام كباية كيك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله شكلي مش هيستني لي كب كيك، واضح ان الصينية دي مقاسها 24 بس هي على شكل قلب وسفروتة، فانا تهيألي ان هي مش هتكفي. بس كده خلاص مفيش كب كيك، يا خسرت الزبدة والدقيق اللي رشتهم في الصينية، مش مشكلة. دي كل الكمية نزلتها قدامكم اهي. خبطتي الصينية خبطتين تلاتة بس اللي تحت كمان تتفتح. هنحطها في الفرن ولما تستوي بإذن الله هرجع وأوريها لكم. باي باي. رجعت لكم يا بنات، ده شكل الكيك بعد ما خرج من الفرن، ريحتها تحفة. هلا ايه نضيفة فيهاش اي حاجة. مفيش حاجة وقعت في الصينية اللي تحت الحمد لله. بالنسبة لي بقى هنشوف اخبارها ايه. سخنة، المفروض ان انا مقطعهاش دلوقتي طبعا، وبيني وبينكم انا مش عايزه اقطعها اصلا، انا عاوزه اسيبها لما تبرد خالص واعمل لها صوص شوكولاته وادلعها شويه كده. انا بعتذر، جالي تليفون ما عرفتش، كان لازم ارد. يعني انا عايزه اوريكم حاجه بس عشان صواني دي فعلا سيئه جدا. بصوا أرضية الصينية عاملة ازاي، شايفين الكيك خرج منها، شايفين المنظر. ففعلا أنا اتسكيت في الصواني دي، نصيب مش مشكلة. سخنة.
ده الشكل النهائي للكيك بعد ما تخلصت من بقايا الصينية واللي لزق فيها. شايفين المنظر؟ شايفين المنظر؟ والله يخسر الفلوس اللي اندفعت فيها، بس ما علينا. ده شكل الكيك، وانا بصراحة مش عايزة افتحها، انا عايزة اعملها صوص شوكولاتة واعمله عليها. هي تستاهل بصراحة، طعمها حلو غني ولذيذة. عموما انا هنهي الفيديو مؤقتا دلوقتي، ولو عملت لها صوص شوكولاتة قبل ما انزل الفيديو وعملتها هرجع اصورها تاني وهوريها لكم. باي باي. مساء الخير يا بنات، رجعت لكم بعد ما زوقت الكيك بتاع سوبر سوبريم ماي واي ماي شيف. كل الحاجات المحطوطة في الجانش برضو كانت ماي واي، الكريم شانتي بالشوكولاتة وصوص الشوكولاتة، بس طبعا انا زودت شوية حاجات. فانا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو واوريكم البودينج والشوكولاتة الخام اللي انا زودتها وي وكل الكلام ده. التورتاية محشية من بره ومن جوه، قصدي يعني من وسطها، فتحتها من النص وحشيتها بودينج شوكولاتة وعليه كريم شانتيه، ومن فوق حشيتها زوقتها بكريم شانتيه وصوص الشوكولاتة، وعملت وردة من الكريم شانتيه بس القمع بتاعي كبير شوية قلبوز، وزوقتها بكريز زي ما انتوا شايفين، ورشيت رشة جوز هند. نقطع مع بعض كده ونشوف الدنيا ايه، مع اني مش هين عليا اقطعها بصراحة، بس علشان خاطر اقطعها. اجيبها منين؟ اجيبها منين؟ مش عارفة اجيبها منين. عيب التورتات اللي على شكل غير الشكل الدائري او المربع ما بعرفش اتعامل معاها. اقول لكم اجيبها من النص. بصوا هو الكيك نفسه بعيدا عن التزويق والكلام ده، الكيك نفسه حلو وغني وفيه شوكولاتة كتير، يعني تحسي بطعم الشوكولاتة فيه قوي. تجربة لا بأس بها، مع انها بالنسبة لي مش اول مرة، بس انا حبيت اشارككم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكلها من الجنب، محشية كريمة وصوص شوكولاتة، ونصين الكيك ساقيهم بلبن بنص معلقة نسكافيه. و تعالى هنا رايحة فين، ونص معلقة نسكافيه وسكر زي صوص كاكاو كده ساقيت بيه الجنبين. وقعدت اشتي يا ملحقتش تجمد لان انا كنت مستعجلة اوريها لكم. صوص شوكولاتة وكريم شانتي خلطتهم ببعض، واللمعة بصوا اللمعة حلوة ازاي، اللمعة ديت من اللي انا سقيتهولها زي السيرب كده، بس عبارة عن لبن بسكر بكاكاو بنص معلقة نسكافيه. طعية قوي حلوة مليانة شوكولاتة. صوص الشوكولاتة بتاع ماي واي طلع خفيف، فزودت قطعة زبدة وكان عندي قشطة من وش اللبن، وزودت حوالي نص كوباية شوكولاتة خام مبشورة. بس بجد طعم الشوكولاتة جامد قوي، يلا جربوها وبقولي رأيكم ايه. باي باي.